ومن الأحداث الفنية البارزة لهذا الأسبوع هو حفل روائع الموجي بالسعودية ويلي أقامته هيئة الترفيه على مسرح أبو بكر سالم بمنطقة البوليفارد لأحياء مسيرة الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي. الحفل كان بمشاركة 8 مطربين و130 عازف من الوطن العربي، والمطربين كانوا عبادي الجوهر، ماجد المهندس، أنغام، صابر الرباعي، ووائل جسار، ولكن غاب لأسباب هلأ بنحكي بتفاصيل أكثر عنها، فنانة شيرين عبد الوهاب، مي فاروق، وزينة عماد. ولكن يلي خطفت الأنظار هي شيرين يلي استقبلها الجمهور بتصفيق حار وأكيد تهاتفت التعليقات على جمال إطلالتها، بس مستحيل يمر حدث في شيرين ما يصير فيه ولو موقف صغير تحكي فيه السوشيال ميديا. فأثناء غنائها لأغنية لأم كلثوم للصبر حدود خربطت بكلمات الأغنية لترجع وتعتذر وتقول آسفة على الغلط، بس أم كلثوم بتخوف.